بسم الله. السلام عليكم ابراهيم اخويا، كمان صافا بخير؟ لاباس بخير. بالنسبه لهذا لا فيديو اللي درنا، بسم الله الرحمن الرحيم، جو ريميرسي لا فونداسيون اسلام السنه بور لي دون. حنا كنقولوا واخا الفرنسيه راه ما عنديش بزاف، المهم شويه العربيه. من هنا كنقول للناس راه غتشوفوا لا فيديو، الناس هنا راه مكرفسه شي شويه، الا كاينين شي ناس اللي تعاونوا مع هاد الساكنه راه كاين واحد شويه ديال الفقر. بالنسبه الا كانت الشتاء واحد الحاله راه تتكون مزريه، يعني مكرفسه الناس بزاف، الا كان البرد مكرفسين. حتى بالنسبه للسكن راه السكن غتشوفوا كلشي في لا فيديو، السكن راه مكرفس، يعني راه الناس محتاجه للاعانه، محتاجه بزاف. راه حتى بالنسبه للواد الحار اللي هو مجرى المياه راهي في الزنقه، يعني الناس كاينه ديك الريحه كيشموها، بعض الخطرات الاولى تيمرضوا كاع بسبب ديك الريحه. والمهم من هنا كناشدوا جمعيه الاسلام السنه، الى كاين شي اعانات نتعاون مع الناس اللي هما بامس الحاجه لهاد المسائل هادو، لقيتو تعاونوا معاهم وان شاء الله يكون خير. وحنا كنلتمسوا من جميع السنة ان التعاون معنا ومع الله تعالى، التعاون معنا، وحنا الحمد لله كنلتمسوا منكم، والله تعالى حتى هو اللي كيجعل السبب. بالنسبه للناس راه الحاله لا يرثى لها، والحمد لله والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.